المباراة هتبقى في يوم 29/5 الساعة 7 بتوقيت جرينتش، لكن الساعة 9 بتوقيت مصر. دي من ضمن المعلومات برضو، لكن احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية لما النشاط يعود بإذن الله تعالى في أفريقيا بشكل كامل. هل هيتم ترحيل المباراة النهائية؟ هيتم ازاي التعامل مع مباراتي نصف النهائي سواء هنا أو هنا للأربع فرق؟ يعني دي كلها أمور لسه محل الدراسة بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. بمناسبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والكابتن شطة طبعا نجم النادي الأهلي السابق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قال إن هيكون في جلسة أو اجتماع للمسؤولين في الاتحاد الأفريقي لوضع استراتيجية للفترة المقبلة وكيفية التعامل مع المرحلة الحالية كمان بخصوص المسابقات وعودتها والتصرف مع باقي مباريات البطولات الأفريقية وكمان التصفيات الأفريقية مؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021. يعني قصة كبيرة بصراحة وصعبة جدا، هنشوف إزاي الاتحاد الأفريقي هيتعامل في الجزئية دي.